بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في اولى محاضرات كورس LTE Network Planning. معاكم دكتور مصطفى الجماله، دكتوراه في هندسه الاتصالات اللاسلكيه، سيرتيفايد في مجالات الاي تي ومجالات الاداره، وخبره في شبكات المحمول. نبتدي نتعرف على عمليه تخطيط شبكات المحمول. عمليه تخطيط شبكات المحمول بتمر بثلاث مراحل اساسيه. أول مرحلة البري بلانينج، يليها الديتيلد بلانينج، وتنتهي بمرحلة الاوبتمايزيشن. كل مرحلة منهم بتتكون من مجموعة من الخطوات اللي بننفذها لما نيجي نعمل تخطيط لشبكة محمول. هنشرح في المحاضرة ديت مقدمة عن الخطوات المختلفة اللي بتتنفذ جوه كل مرحلة من مراحل التخطيط، وهدف كل خطوة من الخطوات اللي بنفذها في كل مرحلة. نبدأ بأول مرحلة، مرحلة البري بلانينج. مرحلة البري بلانينج أول خطوة بتتنفذ فيها هي information gathering، أو تجميع معلومات بتهم مخطط النتورك علشان يقدر يطلع تخطيط مظبوط لشبكة الموبايل. إيه هي المعلومات اللي بنعمل لها gathering علشان نستخدمها في عملية التخطيط؟ بداية مجموعة من المعلومات اللي خاصة بالديزاين بتاع النتورك، زي مثلا ايه هي اقل RSRB او Reference Signal Received Power مسموح بها في النتورك، واللي بدورها بتحدد اقل Data Rate مسموح به في الموبايل نتورك، وكمان المعلومات الخاصة بـ الـ Required PLER أو الـ Block Error Rate، والـ Modulation and Decoding Technique المسموح بيها في النتورك. كمان معلومات خاصة بالـ Coverage اللي احنا محتاجينه أو التغطية اللي احنا محتاجينها في الأريا، وكمان الـ Capacity أو السعة والخدمات المسموح بيها في النتورك. كل المعلومات ديت ليها علاقة بالديزاين الخاص بالنتورك أو الـ requirements الخاصة بالنتورك، بلس معلومات خاصة عن أنواع المحطات اللاسلكية اللي موجودة في الستورز أو موجودة في المخازن أو اللي هتوردها لنا الشركات الموردة، زي مثلا معلومات عن أنواع المحطات، هي 3G ولا 2G ولا 4G، أنواع الأنتنز المستخدمة في المحطات اللاسلكية في البي تي اسز أو الإينود بيز، الفيتشرز الخاصة بالأنتنز زي هي فيها مايمو ولا لأ، والليفل بتاع المايمو قد إيه، الإكويبمنت الموجودة في الإينود بيز المختلفة أو المحطات اللاسلكية المختلفة، زي على سبيل المثال هل فيها أمبليفاير تي إم إيه ولا لأ. وبالتفصيل بإذن الله هنبقى نتكلم عن المعلومات ديت في خلال مرحلة الديمنشنينج. من المعلومات اللي بعمل لها جاذرينج فيتشرز خاصة بالمحطات اللاسلكية اللي هي الإينود بيز في الجيل الرابع، زي مثلا نوع السكادولينج المستخدم في الإينود بيز، زي مثلا ال RF unit types، زي هي فيها فيدرز ولا فيدرلس وشغالة بفايبر ما بين الستيشن وما بين الانتنز الموجودة عندنا فوق البرج، زي عدد السيكتورز الموجودة في المحطات المختلفة. كل المعلومات ديت هي فيتشرز خاصة بالإينود بيز. معلومات على السبسكرايبرز، زي السيرفيسز السبسكرايبرز بيحتاجوها، الترافيك موديل المتوقع في الاريا، البيهيفير بتاع اليوزرز، هل هم مثلا بيستخدموا فويس كولز اكتر من فيديو كولز ولا فيديو كولز اكتر، هل الانترنت بيستخدم بكثافه في الاريا ولا لا، السرعات المتوقعه اليوزرز قد ايه، كل دوت خاص او معلومات خاصه بالسبسكرايبرز الموجودين في النتورك عندنا او المتوقع ان هم يشتركوا في النتورك بتاعتنا. معلومات خاصه عن الاريا اللي احنا هنركب فيها النتورك، زي الكلاتر تايبس المختلفة الموجودة عندنا في الانفايرمنت او في الاريا اللي هنخطط فيها النتورك بتاعتنا. كل ما سبق هي معلومات
لابد ان تكون متوفره لمخطط النتورك، للناس اللي هيعملوا بلاننج للنتورك، لان بناء على الريكويرمنتس ديت او المعلومات دي هنبتدي نحسب عدد المحطات والسرعات الموجوده في النتورك عندنا والبيانات المختلفه اللي هنستفيد بيها بعد كده في تخطيط وتركيب النتورك. الخطوه الثانيه اللي في المرحله الاولانيه اللي هي مرحله البري بلاننج، عمليه الدايمنشننج. هدف مرحلة أو عملية الدايمنشنينج إن إحنا نحسب بصورة تقريبية عدد السايتس اللي محتاجينها علشان نفولفل أو نحقق الريكوايرمنتس الخاصة بالكاباستي والريكوايرمنتس الخاصة بالتغطية أو بالكفرج، وتنتهي عملية الدايمنشنينج باستخراج خطة أو تخطيط أولي للنتورك اللي بنسميه نومينال نتورك بلان. والنومينال نتورك بلان بنقدر نعمله باستخدام سوفت وير تولز، وأشهرهم برنامج أتول أو برنامج بلانت أو يونت الخاص بشركة هواوي أو نت أكت الخاص بشركة نوكيا. الهدف في الآخر إن إحنا نطلع نتورك تحقق الريكوايرمنتس الخاصة بالكاباستي والريكوايرمنتس الخاصة بالكفرج في ضوء الانفورميشن اللي عملنا لها جاذرنج في المرحلة السابقة. بالتالي يبقى الدايمنشننج بيتعمل على مرحلتين، بنعمل كاباستي دايمنشننج بمعنى عدد السايتس اللي تحقق لي الكاباستي المطلوبة او السعة المطلوبة، وعدد السايتس اللي بتحقق التغطية المطلوبة، وبناء على المعلومتين هنستنتج عدد السايتس اللي بيحقق لي كل requirements سواء capacity أو coverage. من الرسمة دي بنوضح إن أول مرحلة عندنا هي gathered information، واللي بدورها بنعمل بعدها بنعمل coverage dimensioning و capacity dimensioning، ومن المرحلتين بنقدر نستنتج عدد السايتس أو cell radius أو الراديوس نص قطر كل سل أو كل خلية من الخلايا اللي هنركبها بعد كده في محطة التنفيذ، المسافة ما بين الخلايا المختلفة أو المواقع المختلفة اللي بنسميه انتر سايت ديستنس، ومعلومات أساسية عن الديزاين واللي هنستفيد بيها في المرحلة الجاية الخاصة بالديتيلد بلاننج. مرحلة الديتيلد بلاننج هي المرحلة الثانية من مراحل تخطيط شبكات المحمول، واللي هدفها ان احنا نعمل تيونينج للنومينال بلان اللي طلعت لنا في المرحله اللي فاتت، بحيث ان احنا نقدر نطبق التخطيط او يكون التخطيط عندي كامل بحيث يكون قابل للتطبيق. مرحله الديتيلد بلاننج فيها اكتر من خطوه، بدايه خطوه الموديل تيونينج. في مرحله المرحلة الأولية للتخطيط، المرحلة الأولى للتخطيط، كنا بنفترض بروباجيشن موديل معين في النتورك بتاعتي، بس على أرض الواقع بيكون في اختلافات ما بين البروباجيشن موديل المستخدم في مرحلة الدايمنشننج وما بين الأكشوال بروباجيشن موديل في البيئة اللي بنعمل فيها تخطيط للنتورك. لذلك لازم نعمل موديل تيونينج، وهو تعديل البارامترز الخاصة بالبروباجيشن موديل المستخدم، بحيث ان الاوتبوت بتاع البروباجيشن موديل يكون متوافق مع الاكشوال بروباجيشن موديل، يعني تعديلات في البروباجيشن موديل بحيث يكون او يرفلكت البروباجيشن على ارض الواقع. وده بيتم باستخدام مجموعة من القياسات اللي هناخدها للنتورك او للاريا بتاعتنا، واللي بناء عليها بنفيد بيها او بنغذي بيها برنامج البلاننج اللي بيعدل لي البروباجيشن موديل بيز على القياسات دي. والميجرمنتس ديت بنسميها كارير ويف ميجرمنتس او سي دبليو ميجرمنتس. يبقى الهدف ان احنا يكون عندنا بروباجيشن موديل اكيوريت او عملي قدر الامكان. الخطوه الثانيه في الديتيلد بلاننج اللي هي السايت سيلكشن، اختيار اماكن المحطات اللاسلكيه او الاي نود بيز او
السايتس، وديت بتيجي عن طريق السايت سيرفيز، يعني في فرق من المهندسين والفنيين اللي بيشوفوا افضل الاماكن ان نركب فيها المحطات اللاسلكيه اللي هنركبها في النتورك. هنا عندنا مجموعه من الاعتبارات اللي بناخدها في الحسبان قبل ما نختار اماكن السايتس او اماكن الاماكن اللي هتركب فيها المحطات اللاسلكيه او الانود بيز، زي مثلا انها تكون قريبه من تجمعات الترافيك، تكون قريبة من الأماكن اللي فيها عدد كبير من المشتركين أو من اليوزرز، بالتالي هيبقى بنسميها ترافيك هوت سبوت. كمان السايت لازم يكون يحقق لي الكاباستي والكفرج اللي احنا كنا عملناهم أو حسبناهم في مراحل التخطيط السابقة، وبحيث يكون العدد الكلي يكون متوافق تقريبا مع عدد السايتس اللي طلعت لنا في مرحلة الدايمنشنينج. عملية اختيار السايتس غالبا بتكون مانيوال، يعني زي ما قلنا بينزل فرق يعملوا سيرفيز للأماكن بحيث تختار أفضل الأماكن واللي قابلة إن احنا نركب فيها محطات لاسلكية. بس في طريقة تانية لاختيار السايتس عن طريق بلانينج تول بتقدر تحدد لنا أفضل الأماكن اللي ممكن نركب فيها الإينو بيز بتاعتنا أو السايتس بتاعتنا. الخطوة الثالثة اللي في مرحلة الديتيلت بلاننج اللي هي كاباستي اند كفرج بلاننج. هنا عندنا خطوتين او عمليتين بنعملهم، كاباستي بلاننج وكفرج بلاننج. العمليتين الاثنين متداخلين او انتر ريليتد، يعني ممكن كاباستي بلاننج لو عدلنا فيه يغير لي في الكفرج بلاننج والعكس. فالهدف في مرحلة الكاباستي اند كفرج بلاننج ان احنا نفلفل او نحقق الكاباستي والكفرج بعد ما اخترنا اماكن السايتس. فالهدف هنا ان احنا نفلفل على ارض الواقع بعد اختيار اماكن السايتس العملية الكاباستي والكفرج اللي احنا محتاجينهم في الاصل في الجزر او جبناهم من مرحلة تجميع بيانات النتورك. الشكل دوت بيوضح الفرق ما بين الثلاث تسميات السايت كفرج اريا والسيل كفرج اريا والسيل رينج. واضح جدا ان السيل رينج هو الرينج ما بين السايت وما بين الايدج او البوردر او الحد المسموح به للخليه الواحده. سيل كفرج اريا هي مساحة تغطية سل واحدة بس، أو كنا بنسميها زمان في الجيل التاني سيكتور واحد بس. أما مجموع تغطيات السيلز لو المحطة الواحدة 3 سيلز أو زي ما كنا نسميها زمان 3 سيكتورز بنسميه كله على بعضه السايت كفرج اريا. فده الفرق بين السايت كفرج اريا والسيل كفرج اريا، وطبعا داخل في حسبان او في طريقه حساب السيل كفرج والسايت كفرج اريا هو السيل رينج. الخطوه الجديده الكونفيجريشن بلاننج. خطوه الكونفيجريشن بلاننج هدفها ان احنا نختار البارامترز اللي هنضعها او هنعمل لها سيتنج في الانوبيز او المحطات اللاسلكيه، زي مثلا الثريشولدز المختلفه الليفلز المختلفه اللي هتطبقها المحطات علشان تعمل هاند اوفر او علشان تنكريس الباور بتاعها، زي مثلا الانيشال باور اللي هتعمل لها راديشن المحطات اللاسلكيه او الانوبيز وهكذا. فالبارامترز ديت بنحددها في مرحلة الكونفيجوريشن بلاننج، وساعات بنسميها البارامتر بلاننج. المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل النتورك بلاننج هي مرحلة الاوبتمايزيشن. مرحلة الاوبتمايزيشن بتتقسم لمرحلتين أو خطوتين، بري لانش اوبتمايزيشن وبوست لانش اوبتمايزيشن. البري لانش اوبتمايزيشن بنعملها قبل ما النتورك تبقى اون اير او قبل ما الشبكه تبقى متاحه للاستخدام.
اما مرحله او خطوه البوست لانش اوبتمايزيشن هي اوبتمايزيشن بعد ما النتورك تبقى يوتلايز او عليها مشتركين او شغاله بالفعل في الاريا بتاعتنا. مرحله البري لانش بنعتمد على عمليه الدرايف تيست، بمعنى ان في انجينيرز معاهم اكويبمنت وبيلفوا بعربيه في نطاق التغطيه بتاعت المحطات وبيقيسوا بارامترز مختلفه، وعن طريق البارامترز دي اقدر اختار بارامترز او اوبتمايزيشن تكنيكس في الانو بيز علشان اعدل البارامترز اللي قسناها ديت لو هي اقل من المستوى المطلوب. اما عمليه البري لانش اوبتمايزيشن دي بتعتمد على الاستاتستكس اللي جايه من انظمه التشغيل المختلفه الموجوده في النتورك، اللي بناء على القيم دي هقدر اعدل في البارامترز بتاعت النتورك علشان اعدلها لو هي فيها مشكله. نقدر نوبتمايز ما يتعلق بالكاباستي، نقدر نوبتمايز الكفرج لو لقينا ان في منطقه مش متغطيه نقدر نوبتمايز الكفرج عن طريق مثلا زياده الباور او تركيب محطات جديده او حلول اخرى كتير. نقدر نعدل في الكونفيجوريشنز او البارامترز المختلفه علشان نعدل في الكاباستي او في السيرفيس المختلفه او في الكفرج. نقدر نعمل اوبتمايزيشن مش بس على مستوى السيل، على مستوى عدد كبير من السيلز اللي ممكن نسميها كلاسترز. ممكن نعدل علشان نقلل الانترفيرنس ليفل اللي ممكن يحصل من المحطات المجاوره. يبقى كده مرحله الاوبتمايزيشن بصفه عامه هدفها تعديل بارامترز في النتورك عندنا عشان تفولفل الديماند الخاص بالكاستمر او الديماندز الاساسيه الخاصه بيه. Network planning and dimension.